طيب القانون الجديد بقى ايه الفرق بينه؟ يعني ايه الجديد اللي هو قدمه او ايه المختلف عن القانون البنائي القديم؟ هو القانون الجديد حضرتك يعني لازم ان القطعه لازم يكون الواجهه لا تقل عن 8.5 متر، يعني اللي اقل من 8.5 متر يعتبر ملوش حق البناء في اللحظه دي. يعني اول حاجه ان لازم تكون واجهه البيت عندي 8.5 متر اكتر، يعني او اكتر، يعني ما تبقاش 7 6 اقل حاجه 8.5 واجهه البيت. تاني حاجة، طب افرض انا عندي مساحه الارض صغيره مش تاخد واجهه 8.5؟ ما دام الواجهه اقل من 8.5 خلاص مفيش رخصه. مفيش رخصه. تمام. طيب حضرتك تاني بند اللي هو المساحه اللي هتكون لحد 175 متر هيبني على 100% من كامل ايه الارض، لكن لو كانت المساحه اكبر من 175 بيبني على 70% منين؟ من مساحه الارض. مساحه الارض. طب بقيه 30% دول بيتقسموا ايه، مرافق؟ يعني بيتقسموا شوارع يعني سابق على الاقل 2.5 متر ردود جانبيه، يعني حضرتك لو حضرتك عندك 200 متر وانا عندي مثلا ايه 175، حضرتك ال 200 متر هتبنيهم 140 وانا ابني 175، يعني تخيلي انا مساحتي اكتر اقل منك بس هبني على مساحه اكبر منك. اكبر مني. فده ظلم جامد جدا للناس اللي ليهم ارض اكبر من 175 متر. تمام. وتطبيعه يعتبر يعني شبه مستحيل، لان يعني هيبقى فيها غموض كبير جدا يعني. طيب لان انا كده ما استفدتش بمساحه الارض كامله. طيب بالنسبه للايه يعني هو لغى المحلات التجاريه في الدور الارضي او اي دور، يعني هو لغى الوحدات تكون للسكن بس، اي حاجه غير السكن لا. سواء يعني كان محلات الاول انا ممكن ابني عقار واخد الدور الارضي اعمله محلات. لا هو دلوقتي اتلغى في القانون الجديد ده، اتمنع بصوره نهائيه في الايه في الاشارات الجديده. انا شفت ان في البنود يبقى جراشات. ايوه البنود اللي هو في الدور الارضي هيبقى ايه سكني، والكون المضروب يعني ارتفاعه متر و2 من 10 من السفر المعماري. يعني حوالي متر من ايه من الطريق اللي هو غالبا بيكون السفر المعماري يعني. فبالتالي البنود ديت يعتبر ايه. طب هل انا مجبر ان انا اعمل دايما الدور الارضي جراش؟ هو اجباري بقى، هو لازم مكان لايواء السيارات، يعني هو خلاص يعني حدده خلاص اجباري، لازم كل عقار هيتبني يبقى فيه جراج. جراج السيارة اجباري. وطبعا حضرتك بالنسبه للارتفاعات، الارتفاعات اللي هو لو كانت المساحه لحد 8 متر بيكون ارضي ودورين، لو 8 ل 12 ارضي ودورين، يبقى ارضي ودورين. من 8 ل 12 ارضي وثلاثه. من 8 ل 10 بقى؟ لا ل 12 متر. ل 12 متر. ارضي وايه وثلاثه ارضي وثلاث ادوار. اكبر من 12 ارضي واربعه. دي كده القيود الخاصه بعدد الادوار. اقصى حاجه 4 ادوار؟ ايوه ارضي واربعه. حتى لو انا فوق ال 12 لو يا رب يكون الشارع 100 متر على كلام الاشتراطات الجديده. هو 4 ادوار اقصى حاجه. ارضي واربعه متكرر. بس ده كده اهم البنود الجديده اللي ظهرت. وطبعا المساحه للرخصه ما تزيدش عن فدان او 4200 متر مسطح، يعني ديت بند كمان ايه، بس ده بند غير مؤثر لان هو مين اللي عنده فدان، يعني كله عنده 100 متر 200 300 400 كده، يعني ما حدش بياخد مساحه الفدان كلها يبنيها مره واحده. طبعا هو بالاضافه يعني كان بعض المراكز الاكولوجيه قالوا لازم العقد يبقى مشهر في الشهر العقاري، فطبعا استاذ حمدي هيتكلم عن خصوص العقد المشهر. ما انا لسه بقى هنتكلم على العقد المشهر في الشهر العقاري. ده بقى اجباري.